باشا، لا يسوق يا كريم باشا، السكران يا كريم باشا. محمود مالكش دعوه انت يا كريم باشا، عبد الله هيبهدلنا. يا محمود مالكش دعوه انت والله، انا ماليش دعوه. ايوه يا محمود على ضمانتك يعني، على ضمانتك. بالراحه بقى والنبي يا كريم بيه. يا عم ما تخافش بقى. كريم بيه هدي شويه، مش هينفع كده كريم بيه. يا عم بقى ما تقرفناش. مش هينفع كده والله كريم بيه. قلت لك ما تخافش يا عم بقى خلاص. المشكله دي كلمني خالد بسرعه. حاضر بس ايه ايه محمد؟ الو. ايوه يا محسن. انت في ايه؟ انا لبست وخلاص ونزلت. يا بنجز يلا يا ابني، انا لابس ومستنيك بقى من خلاص كده زي كل مره. طيب 10 دقايق بالظبط طبعا. سلام. الانجاز بقى. جبت البطاقة؟ اه جبتها. ماشي، يبقى كده العقار والرخصة والبطاقة وبقية الأوراق زي ما هي. طب تمام أوي كده. بص بقى، الملف ده كده هتاخده كده زي ما هو وتديه لمحمود وتقول له يبعته على المحكمة. تمام ماشي. تمام؟ تمام ماشي. عارف مين كان بيكلمني دلوقتي؟ مين يا باشا؟ محمود خضر بتاع قضية الأقصر. بجد والله؟ اه والله. هتلاقيه عايز أي حاجة ولا بتاع، شوية يقول لك عندي قضية ومتفق بيتكلم كده. سيبه على راحته يا باشا. ماشي، روح بقى أنت بقى دلوقتي يا محمد، ما تسيبكش أنا عندي قضية تلعب. أي خدمات تانية يا باشا؟ لا. اه. إيه لما أحمد ومحسن يجوا دخلهم لي على طول. تمام يا باشا. ماشي. اه هي دي. ادخل. عفوا يا خالد بيه. ايه يا احمد؟ تعالى اقعد. خير يا خالد بيه؟ انت عايز في ناس مهمه جايين لنا دلوقتي، بس عندهم قضيه هنستنى. اهو ادخل. خالد بيه عشان الناس وصلت. طب دخلهم بسرعه. اه دخلهم بسرعه. اتفضل يا باشا. خالد بيه. حمدي بيه، ازي حضرتك؟ حمدي باشا. اتفضل حمدي باشا. خير يا حمدي بيه؟ قلقتني انت امبارح ما كلمتني. انا مش عارف اقول لك ايه الصراحه خالد بيه، بس انا ابني خبط واحد بالعربيه وشكله كده اتكل على الله. طب وكان معاه حد ساعتها؟ اه كان معاه محمود السواق. طب هو كان بيسوق ليه وهو مع السواق؟ بص، وانا اقول لك كل حاجه بصراحه، الواد هو اللي كان سايق وكان سكران، وده اللي انا ما كنتش اعرفه، وعرفت كده لما السواق هو اللي كلمني. بص يا حمدي بيه، هي اه مشكله كبيره، بس كل مشكلة وليها حلها. بص يا حمدي بيه، احنا هنعمل اللي علينا، بس يلا 3 سنين. 3 سنين؟
انا مش عايز ابني يطلع في الصورة اصلا. يا باشا اللي انت عايزه هيحصل، ما تقلقش انت بس. ما يطلعش ازاي خالد بيه؟ ده هو اللي خبطه. امال انا جاي لك ليه يا خالد بيه؟ ازاي خالد بيه ياخد برا وابني خبط واحد؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت ازاي بتتكلم كده وتعلي صوتك؟ اطلعوا برا. اطلع برا ايه؟ احنا لو كنا نعرف ان انت شغال في وضعيه شمال اصلا ما كناش اشتغلنا حاجه. انت بتتكلم انت ليه مش هتطلع برا؟ ما تقلقش ما تقلقش يا حمد بيه، انا هقول لك العقوبه دي لما تطلعوا مع الكلاس ما تقلقش يا حمد بيه، انا هتصرف مع الكلاب دول. يا محمد امرك خالد بيه. الكلاب دول ما يدخلوش المكتب ده تاني، انت سامع؟ امرك يا ريس تؤمر بحاجه تانيه؟ لا اتفضل. ما تقلقش خالص يا حمد بيه، والقضيه ديت انا همسكها بنفسي واعرف ازاي اتعامل مع الكلاب دول، بس انت ما تشيلش هم. خالد بيه انا معتمد على ربنا ثم عليك. ما تقلقش يا حمد بيه، انا اديتك كلمتي وانت عارف كلمتي. ايه رايك في اللي حصل ده؟ بص ممكن اعمل اي حاجه غير ان انا امشي في طريق حرام. ما احنا اكيد مش هنمشي في طريق حرام، انت بتهزر ولا ايه؟ تعالى نروح. لا يا عم روحت يا عم اطفالي. امور راجعين بخصوص قضية اخوك. كان عايزين ايه يعني؟ انا ايه اللي ساعدك على فكره؟ طيب ماشي اتفضل. طب انا كنت بقى انا واقف تحت. ماشي. بص يا سعد، احنا دلوقتي كلنا بقينا في مركب واحد. انت اخوك اتحبس واحنا سيبنا شغلنا، فاحنا لازم نشتغل احنا نطلع اخوك من السجن. يا باشا والله يا باشا اخويا ما عملش حاجه، ده حتى انا سايبوني الشغل طردوني منه، واخويا الصغير خرجوه من المدرسه، دلوقتي ولا معانا فلوس ولا معانا اي حاجه، واخونا الكبير اتحبس ظلم، يعني العيشه بقت مش عارف والله يا باشا اقول لك ايه والله. انت عندك اخ صغير كمان؟ اه يا باشا. محمد عايز حاجه؟ تعالى سلم على العم. خلاص خش كمل لعب جوه. بص يا سعد، عشان نساعدك ونساعد اخوك لازم تقول لنا ايه اللي حصل يوميها وبالظبط. بص يا باشا، يومها محمود روح على الساعه 3 4 كده، كان شكله متضايق ومهموم. هم قعدت معاه وحكى لي كل اللي حصل بالظبط. قال ان ابن حمدي باشا كان سكران تينا وكان مصمم يسوق العربيه، فالمهم اخويا محمود سابه يسوق كده، وهم في الطريق خبطوا واحد، راح محمود قال لي المصيبه يكون الواحد اللي خبطوه ده مات. مفيش، ورحت انا قلت له خش يا محمود نام واستريح وان شاء الله بكره يبقى يحلها الف حلال. المهم بعديها بيجي نص ساعه كده لقينا تليفونه بيرن، و لقينا تليفونه بيرن وبيجي يقول لي مره واحده هو متعصب كده، ولاد الكلب عايزين يشيلوها لي. قلت له ازاي وبتاع. المهم خش يا محمود انت بس ومش هيحصل حاجه ان شاء الله. طب انت ما شفتوش بعد اللي حصل ده سهل؟ لا يا باشا، رحت له اكتر من مره في الزياره وحكى لي على اللي حصل في التحقيقات وكل حاجه، بس انا طبعا مش فاكر اي حاجه منها ومش فاهم اي حاجه. المهم يا باشا اللي فهمته منه ان هم عايزين يشيلوها لي، وان الموضوع لابسه لابسه. اه يا باشا، وكمان في وكيل نيابه كويس كده قال لي ان هو بيساعد. طب يا سعد احنا متشكرين قوي، كنا بنتابع الاسئله. الراجل بقى سعد عشان نروح نشوف ورا مين. مش فاهم حاجه يا باشا. ان شاء الله اخوك ان شاء الله. ان شاء الله يا باشا. Thank you.
الف سلامة يا باشا. الحمد لله. تفتكر عمرو صاحبك ده يعرف يساعدنا؟ اه يا عم دفعته وانا عارف. انا اصلا مصلحة انا ماسك القضية. يا رب خير بقى ان شاء الله. هو اللي جاي ده؟ هو. بس عشان داخل على الكلام. يلا عمو حسام. ايه يا عم عامل ايه؟ وحشني والله. وانت كمان فينك يا ابني من ايام الجامعه؟ انت عارف والله مسحولين في احوال البلد واللي بيحصل ده. لا الدنيا خليتك مني. لا نسيت اعرفك. ده احمد اللي شغال معايا في المكتب. بص بقى عايزك في كده مستقبلنا كله. تعالى انا عايز اعرف الناس الكبيره دي عملت ايه عشان تلبس الواد ده. وتعالى معايا دغري بقى وانت فاهم وانا فاهم. بص يا محسن انا هساعدك عشان حاجتين. عشان عارف ان الواد بريء وان هم ملبسون القضيه وان هو بريء 100%. بس اهم حاجه فايت ما تجيش الموضوع ده خالص عشان هتاذي جامد. الموضوع ده يخلص في حاجتين. اول حاجه ان هم يجيبوا واحد يشهد ان اللي كان سايق ساعتها مش محمود. تاني حاجه ان محمود كان بيقول ان هو اللي سكران ان الواد سكران. يبقى يجيبوا حد يحلل له ويثبت ان هو بيسكر. دي ساعتها شكرا كده القضيه. ايه يا محسن؟ عندي لك خبر بمليون جنيه. ايه في ايه؟ عمرو كلمني وقال لي ان في شاهد شاف الحادثه قراها من حوار الجرايد وكده فممكن يجي يشهد معانا. يحلف؟ والله. طب انا هلبس وعدي عليك نروح. طيب ماشي يلا بسرعه بقى. سلام. سلام. هلا أنا محسن. عندي ليك أخبار مش حلوة. شاهد قتل. لسه جاي الخبر دلوقتي. مش عارف ولا. خلاص ماشي. سلام. مفيش اي دليل على براءته يا محسن. هنعمل ايه يعني؟ ايه يعني هنسيبه يضيع؟ انت عارف انه بريء يا عم. الشاهد الوحيد اللي كان عندنا اللي كان دليل براءته اتقتل. احنا حتى سيبنا شغلنا والقضيه اللي احنا كنا معلقين امالنا عليها ادينا هنخسرها اهو. الواد ده مظلوم واحنا عملنا اللي علينا وان شاء الله ربنا مش هيكسفنا. ان شاء الله. مين حضرتك؟ عندي مهمة. حمدي بيه. اتفضل في السلامة. يا بيت حمدي باشا ازي حضرتك؟ سي يا خالد بيت دماغ دي انت طلعت مشكلة. حمدي باشا طلع عشان البيت صغير برضه. ادي عادل جه اهو. عادل بيه ازي حضرتك؟ تمام. السلام يا متر. لسه جاي من لسه. الموضوع خلص. بس بقى عايزين بقى حلاوه كده فيلا صغيره كده في الساحل. مش كتير. مش كتير يا عبيس صغير برضه. غلبتني. يا باشا كله من خيرك. ماشي بس مردودالك. اللي تشوفه يا باشا. انا بعد اذنكم بقى عشان المكتب انا شايبه لوحده. تأمروني بحاجه؟ انا بالاخبار. تأمر يا باشا. سلام عادل بيه. بس الحمد لله الموضوع خلص خالص. الحمد لله ده انا كنت شايل هم.